ينضم إلينا من مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات مراسل الإخبارية خليل الجبيري. مرحبا بك خليل، ما الجديد لديك حول سير عمل جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار؟ نعم، اهلا وسهلا بك، اهلا بمشاهدينا الكرام مشاهدينا الاخباريه. نحن متواجدين معكم في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات. من هنا تنطلق مبادرات مستقبل الاستثمار، هذه المبادره المهمه والحدث الاهم لهذا اليوم. هناك يشارك اكثر من 3500 مشارك في هذه المبادره، ايضا هناك اكثر من 170 متحدثا سيتحدثون في هذه المبادره. هناك 88 دوله عندما تتكلم عن الدول التي تشارك في مبادره مستقبل الاستثمار. لعل هذه المبادره هي من اهم المبادرات، تنطلق برعاية من خادم الحرمين الشريفين وبحرص وتواجد من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أطلق قبل قليل حدث مهم وهو مشروع نيوم. هذا المشروع الذي سيكون له استثمارات كبيرة في المملكة العربية السعودية. بعد قليل بإذن الله ستنطلق ثالث الجلسات لهذا المبادرة، مبادرة مستقبل الاستثمار. الحديث كثير جدا عن هذه المبادرة وما ستقدمه من استثمارات كبيرة ستكون لها صدى كبير، خاصة مع رؤية المملكة القادمة 2030. هنا يتواجد عدد من الجهات الحكومية التي تقوم بدور كبير، خاصة في فئة الشباب، فئة الشباب الذي سيكون لهم دور كبير في رؤية المملكة القادمة. هناك يتواجد معنا الأستاذ نواف الصحاف، وسيتحدث معي بعد قليل عن برنامج بادر لحاضنة التقنية. هذا البرنامج الذي يهتم بفئة الشباب. أولا بداية نرحب بك أستاذ نواف معنا في قناة الإخبارية. حياك الله، مرحبا فيك أخوي خليل. بداية حدثنا عن دوركم كبادر أنتم، وماذا سيكون دور الشباب معكم في خاصة في الاستثمار، وكيف ترون هذه المبادرة مستقبل الاستثمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم احنا نشهد يعني مؤتمر جدا قوي، مبادرة مستقبل الاستثمار، واللي حيكون له طبعا انعكاس مباشر على الشركات اللي موجودة في برنامج بادر لحضارة التقنية. زي ما انت عارف برنامج بادر لحضارة التقنية هي احدى مبادرات التحول الوطني 2020، وتشرف عليها بشكل مباشر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. طبعا اليوم المؤتمر كيف يأثر على الشركات اللي موجودة في برنامج بادر؟ اليوم هذا احنا اجتمعوا صناديق في المملكة بما يعادل 25% من ثروة العالم اليوم موجودة في هذا المكان. هذا وش انعكاساتها علينا؟ انعكاساتها ان رفع الوعي للمستثمرين السعوديين، فرصة كبيرة حتكون موجودة للشركات المحتضنة في برنامج بادر والحاضنات ككل في المملكة. حيكون لهم نصيب من الصناديق هذه بحكم وجودها وتواجدها واستهدافها وتسليط الضوء على المملكة العربية السعودية واليوم في الرياض من هذا المحل. فهذه الصراحة خطوة جدا قوية، جدا ممتازة للشركات الناشئة في التقنية خاصة اللي هي موجودة برنامج بادر. طيب أستاذ نواف، تحدثنا وياك قبل الهواء عن دور الشباب، خاصة أن نعلم أن بإذن الله في رؤية المملكة القادمة سيكون دور الشباب جدا قوي ومؤثر، كيف دور الشباب ترونه أنتم عندكم؟ طبعا برنامج بادر هو يخدم فئة الشركات الناشئة التقنية واللي ترتكز على التقنية، سواء كانت في الصناعة أو سواء كانت في اللايف ساينس أو الطاقة الحيوية أو في مجال تقنية المعلومات والاتصالات أو مجالات النانو. فهو برنامج يرتكز على الابتكار وعلى الإبداع وعلى تحويل المشاريع هذه اللي موجودة لدى الشباب والشابات وتحويلها إلى منتجات فعلا وخدمات تلمس السوق. طبعا هذه هي الأفكار وهذه المشاريع وهذه المنشآت اللي موجودة الآن في مواقع بادر الستة اللي موجودة حول المملكة، تحتاج إلى دعم، إلى استثمار، إلى ممولين، تحتاج إلى فكر يستثمر في المشاريع العالية الجرأة أو المخاطر. لا، يعني هذه المشاريع تحتاج مال جريء، فنحن نحتاج المال الجريء هذا اللي هو موجود في المحل هذا. نتمنى لكم التوفيق استاذ نواف، واستمتعوا ان شاء الله بهذه المبادرات الجميله. شكرا جزيلا وشاكر لقناة الإخبارية. لعل الحديث كان عن محور من اهم المحاور وهو محور الابتكار المتواجد في مبادرة مستقبل الاستثمار. تحدث استاذ نواف عن دورهم كحاضنات وبادر، يعني بادر دورها دور كبير في فئة الشباب. هذا معظم لدينا، ستبدا بعد قليل باذن الله الجلسة الثالثة، وسنكون معكم في النشاط القادمة بما لدينا من جديد باذن الله. نعم، شكرا لك من الرياض مراسل الإخبارية خليل الجبيري، شكرا جزيلا لك.